Telecono Show. Tchau, tchau. Telecono Show. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ان نبلش بعد الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 40,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيبهم، بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد بتشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه، اذا ما كان مشترك يفعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. ويا اصدقائي اللي ما بيعرف، مسوين مسابقه على 3000 جوهره لثلاث اشخاص، راح احكي عن هاي المسابقه بنهايه الفيديو. اللي حاب يشارك فيها يتابع الفيديو للنهايه، وبنهايه الفيديو راح احكي عنها. اوكي اصدقائي، فيديو اليوم راح يكون على سكن الام 16 هذا الجديد اللي نزل. يا اصدقائي صراحه السكن عن جد شكله رهيب. اوكي، ففيديو اليوم يا اصدقائي ان شاء الله راح نحرق ابو هاي الماكينه، وراح نجيب هذا السكن الجديد وراح نجربه في اللعب ونشوف شو هي خاصيته. وبنهايه الفيديو يا اصدقائي راح احكي لكم اذا كان هو سكن فعلا خرافي او لا. مبدئيا يا اصدقائي صراحه السكن شكليا رهيب، شوفوا يعني انه مسوينه هيك انه مثل ثلجي، بيطلع مثل ثلج ما بعرف. اوكي، ورسمين عليه هيك هدايا يعني انه تبع احتفال كريسمس راس السنه. فيه سرعه 1+ المدى 2+ والمخزن 1-. اوكي، المخزن مش مشكله يعني انه هذا السلاح اصلا مخزنه كبير. اوكي طيب اصدقائي، فخلينا نشوف شو في عندنا ثاني، بلكي حاطين شيء جديد بالماكينه من جوا يا اصدقائي. اوكي خلونا نشوف، ما في شيء جديد مثل ما انتم شايفين. هاي القنابل نفسها لسه موجوده، هاي اللي بتطلع باحتفال. اوكي، والاسلحه ما هذا عندي اياه، ليش مو حاطين لي عليه شريط اصفر كمان؟ والله ما بعرف، بس يمكن عندي اياه هذا. اوكي المهم باقي السكنات كلها عندي اياها يا اصدقائي. قبل ما نبدا يا اصدقائي عندي طلب منكم. في عندنا هون يا اصدقائي قناة صديقنا ميشاكو، عن جد من اليوتيوبرز اللي فعلا بيستحقوا الدعم يا اصدقائي. طبعا هذا اليوتيوبر بيلعب بايد واحدة للاسف يا اصدقائي، لانه ايده الثانية عنده اعاقة بايده الثانية، فهو ما بيلعب غير بايد واحدة. فمثل ما انتم شايفين يا اصدقائي، عن جد بتمنى انه انتم تشيكوا على قناته، يعني عن جد كشخص بيلعب بايد واحدة بس فعلا احتراف يا اصدقائي. راح اخلي لكم رابط قناته تحت بصندوق الوصف الديسكربشن بوكس يا اصدقائي. اتمنى ما تقصروا معه بالدعم بالاشتراك قناته وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله هو كمان ما راح يقصر معكم بشيء. طيب اصدقائي هلا خلونا نبدا نحرق ابو الماكينه، ناخذ اول 10 سبنات ونقول يا رب يا اصدقائي باكج اسود، يمكن بهذا الباكج يكون الحظ خرافي هيك لاول مره يضحك الحظ لعلي عمر ويطلع لنا سكن. اوكي خلص فقدت الامل يا اصدقائي، ما ضل في امل. وهذا السكن شوفوا اعطوني اياه، ما اعطوني معه بطاقات حمر، هذا اللي كنا نحكي عليه قبل شوي. اوكي معناته ما عندي اياه، والله انا صراحه ما عاد صرت اركز شو عندي وشو ما عندي. طيب ناخذ كمان، صار الحظ 16، يلا كمان 10 سبنات يا اصدقائي بكش اسود يا رب. يا اخي ما في بكشات ذهبيه اصلا بهاي الماكينه، فيا رب يا اصدقائي بلكي هيك الحظ خرافي بيكونوا من... اوكي اعطوني اياه لمده 24 ساعه وما في عليه بطاقه حمراء، فخلص فقدت الامل يعني ما في بطاقه حمراء ل 24 ساعه معناته ما راح نحصل عليه. طيب حظ 27، كمان 10 بكجات يا اصدقائي ونقول يا رب يا رب ال 10 بكجات. يا اخي والله ما بدي اصرف عليه كثير، كان عندي 100 بطاقه ما ب... اوكي 24 ساعه عليه بطاقه حمراء، والله هو يا اصدقائي يا هلا ومرحب. يا اخي نورت والله، والله انا بحبك يا اخي، بحب سكنات هيك اللي ما بتخليني اصرف كثير وما بتخسرني كل بطاقاتي وكل جواهري وبتطلع بسرعه هيك. والله حتى لو خاصيتك خايسه راح اقول عنك خرافي لانك حصلت على اوكي بمزح اصدقائي، خلونا ناخذ له هلا سكرين شوت. اوكي طيب اصدقائي هيك حصلنا واخيرا الحمد لله على سكن، بس شو كيف شايف الدنيا كلها حمراء قدامي يا اصدقائي. شوفوا اعطوني اياه نفس سكن، اعطوني اياه ثلاث مرات بنفس الباكج 24 ساعة. اوكي هون اعطوني اياه 24 ساعة بداله بطاقة حمراء، وهون اعطوني اياه دائم يا اصدقائي، وهون كمان مرة 24 ساعة وعليه بطاقة حمراء. والله غريب عن جد انها قرينة. طيب اصدقائي يلا خلونا هلا ناخذ البطاقات، هان في عندنا ثلاث بطاقات حمري. اوكي ثلاثة والله صرت حافظهم يا اصدقائي. طيب وخلونا في كمان هون بطاقة، بس يا اخي ليش كل مرة بتسكر؟ يعني كل مرة بدي اخذ بطاقة بدي استناهم ليسكروا ويرجعوا يفتحوا مرة ثانية يا اخي يلا بسرعة بسرعة، والله ما عندي وقت بسرعة بدنا نروح نجرب سكن. طيب هيك اخذنا البطاقات يا اصدقائي وخلصنا من كل شيء وصار عندنا سكن جديد تبع الام 16 يا اصدقائي. خلونا نروح نطمن عليه ونجيبه معنا نستخدمه يا اصدقائي، وكمان عشان نحطه بساحة التدريب عشان نجربه بساحة التدريب كمان. اوكي وين سكنات الام 16 يا اصدقائي؟ والله انا بضيع بالسكنات تبع الاسلحه، لا مش هذا. اوكي برماوي بعدين نلعب يا صديقي، خلونا نشوف. هذا هو يا اصدقائي، يا هلا ومرحب يا اخي نورت نورت والله نورت بيتك. اوكي طيب يا اصدقائي طبعا خاصيته مثل ما شفنا يا اصدقائي بتقدر تجيبه معك بساحه التدريب كمان. اوكي يعني نايس
طيب خاصيته يا أصدقائي مثل ما شفنا بالماكينة أنه السرعة 1 زايد والمدى 2 زايد يا أصدقائي، والمخزن فيه 1 ناقص. أوكي المخزن ما يعتبر عيب أبدا، لأنه هو هذا مخزن و70 طلقة بيحمل يمكن هذا السلاح. أوكي والسرعة 1 زايد كويس والمدى 2 زايد، بس والله ما بعرف ما في دمج. يعني لو كانوا حاطين دمج، لو كان بدل المدى 2 زايد حطوا دمج 2 زايد، والله كان راح يكون افضل من هيك. يعني انه 1 سرعه و2 دمج والله راح يكون افضل. خلونا هلا ندخل ونجربه يا اصدقائي مع بعض بالله. طيب هيك يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين احنا داخلين سولو ضد ديو، راح نجربه اول شيء بساحه التدريب يا اصدقائي. طيب هيك صرنا بساحه التدريب، خلونا نيجي هان عشان نبدا نجرب عليهم. شوفوا انا اول واحد بدخل على ساحه التدريب. اوكي شوفوا الهيد شوتات. طبعا يا اصدقائي اللي بيلعب بسلاح الام 16 بيعرف انه الام 16 وحش بالهيد شوت يا اصدقائي. شوفوا هيد شوت 170، او ماي جاد يا اصدقائي عن جد هذا السلاح مجرم مجرم بالهيد شوت. اوكي بس ارفع الام لفوق، ويعني مو انه السلاح يعني مع هذا سكن يا اخي، روح خليني اجرب، روح وخليني اجرب سكن. اوكي طيب يعني مو انه هو يعني مجرم مع هذا سكن، لا يعني حتى من دون سكن سلاح الام 16 معروف مجرم بالهيد شوت. اوكي الدمج تبعه 23 يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين، والهيد شوت 170، او ماي جاد يعني هيد شوت واحد اذا كان خصمك مدمج فخلص الله يرحمه. اوكي طيب اصدقائي هيك صرنا بالطياره، وراح اختصر لكم بالفيديو اصدقائي عشان ما يكون الفيديو طويل وممل، راح اختصر لكم باللقطات، راح اخلي لكم بس اللقطات المهمه اللي انا يعني بجرب فيها هذا السكن تبع السلاح، والباقي اللقطات كلها راح اشيلها. 2 ديو، طيب 2 ديو نازلين معي. اوكي ما في سلاح يا اخي، بدنا سلاح. اوكي والله راح ارجع اخذه درع 2 يا اخي، درع 2 والله ما بتركه. اوكي طيب والله في صوت الغام كانه قاعدين بيحطوا الغام. لمين بيحطوا الغام يا اخي؟ ليش سويت لكم شو سويت لكم تحطوا لي الغام؟ اوكي في ديو كمل لفوق، وفي ديو قاعدين هون بالبيت اللي قدامي. هذا بيتي يا اخي، شو بتسووا بيتي؟ اوكي طيب راح استناهم. تعال حرام ما نزل، تعال انت. اوكي بلع شوت، ما ضل معي طلق يا اصدقائي، والله ما ضل معي طلق. اوكي تعال اطلع اطلع يا قلبي، اطلع يا اخي اطلع اطلع عشان يتفنش صديقك كمان. تعال يا قلبي والله لا تخاف لا تخاف لا تخاف، والله هي ضربه واحده يعني خلص انت مدمج اصلا. تعال وانت تفنش يا اخي وريحني. اوكي تفنش. طيب والله بيسمع الكلام، تعال لا تخاف يا اخي لا تخاف، والله ما راح تاكل ناقص كثير. تعال انت بس توكل على الله، توكل على الله يا اخي. اوكي طيب نحاول نجيبه من هون، ما ببين وين راح. اوكي طلع رجع دخل على البيت. تعال يا اخي تعال والله لا تخاف يا اخي، انا صديقك علي عمر اطلع. اوكي راح انزل له انا بما انه هو مفكر انه ما يطلع ابدا يا اصدقائي. راح وينه؟ يا اخي طيب حكيت لك من الاول تعال، ليش تعبني معك؟ ليش تعبني معك يا اخي؟ حصلنا منه مسك، ما بدهم يطلعوا ما بدهم يطلعوا. دمج 22 11 يا اخي، 12 و11 او 22 و11 والله ما ركزت. اوكي على كل حال يعني والله الدمج فيه خايس يا اصدقائي، يعني ليش ما علوا الدمج؟ والله يعني ليش ما يعلوا الدمج؟ اوكي في وحده صاري، لا لا يا اخي لا لا. طيب طيب سنة. اوه في ناس قدامي كمان. اوكي الاول داون هذاك. طيب يا اخي هات كان فاصل عنده. اوف ليش الغدر يا صاحبي ليش؟ تعال والله كان نفسي انه انا قلت لك بالام 16 واجرب عليك السلاح، بس للاسف انت زودتها. اوكي تعال تعال يلا تعال تعال بسرعه. لا 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 هيك خطر هيك خطر، احط لهم القاب والله راح يلحقوني بعد الدمج هذا كله، مستحيل انهم يتركوني يا اصدقائي. اوكي في واحد المشكله فوق على اليمين واحد يسار، وهذا تبع السياره يا اخي يا اخي، انت السياره الخايسه تبعك، انزل من السياره وتعال بسلاح يا اخي. والله شوشني عن جد، ما عاد عرفت من وين بيجوا الناس، ما عاد عرفت الضرب من وين، من وراه وصل له صح يلف بالسياره هيك. ليش يا اخي انزل بالسلاح، وين راح هذا اللي كان جاي بده يلف لي بالتل؟ هو قدام، لا دمي التلت. اوكي طيب يا اخي هذا كيف صار هون؟ والله عن جد من السيارة، والله تشوشت من السيارة، يعني ما عاد عرفت شو صاير، ما عاد سمعت صوت، وبالذات بالتحديد الجديد يا أصدقائي مخربين الصوت باللعبة، يعني إنه عن جد ما عاد الصوت ما عاد تسمعه صح، إنه بيكون شوف شوف.
اوكي هرب بعد مستحيل نجيب والله لو بيكون المدى 10 زاد. اوكي تعال تعال نجرب عليك الام 16. اقعد لك. اوكي عن جد يا اصدقائي والله مخربين، يعني انا نفسي والله كنت اجرب عليه بالام 16 يا اصدقائي بس شفته يعني نرفزني، فمواجهه عن قريب لازم استعمل الشوت جن والله كان قتلني هو. يعني والله اللي لاحظ هذا الشيء اكتب لي تحت يا اصدقائي انه عن جد خربوس. اوف هذا وين طلع؟ اوه كمان واحد ثاني، اثنين صاروا. لا يا اخي انا صديقكم ليش يا اخي والله بمزح معكم. خذوا ليش يا اخي؟ ليش هاد كله؟ اوف هذا على اليسار واحد، لا صاروا اثنين. لا يا اخي ليش هيك تخططوا علي؟ واحد يجيني يمين واحد يسار، ليش هالحركات يا اخي؟ والله خايف يجيني من فوق الجبل. لازم اروح البيت الاحمر، لازم ارجع اوصل البيت الاحمر. يا اخي اثنين متوحشين علي، ليش يا اخي؟ شو مسوي لكم انا؟ خلص انه ضربت عليك ضربه بالشوتجن ونص الضربه اجت بالقلايه، يعني حتى دم ما خسرتك. بك يكون في لغم؟ لا ما في لغم. اوكي طيب خلينا نعبي دم يا اصدقائي هون. عن جد والله يعني مخربين الصوت، انه هدول ما انتبهت انه في حدا جنبي. يعني قبل التحديث انه بس كنت العب والسماعات بديني اسمع كل شيء باللعبه، وانا السماعات تبعي خربوا والله ما بعرف، والله الصوت خرب باللعبه عن جد. وين راحوا هدول؟ وين تخبوا والله؟ اوكي يمكن ضلوا ورا هناك او طلعوا فوق الجبل، ما عاد بينوا علي ابدا من هون. اوكي كمان الثلج راح. اوف شو ضرب لانشر، عنده لانشر. لا يا صاحبي لا، ليش يا اخي؟ ليش تخلوني اندم من وانا اشتبكوا؟ اوكي طيب الاول ده يا اخي هاد ما بيتفنش. لا 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 يا صح. اوكي نزل مره ثانيه ما بيتفنش. لا يا اخي لا، ليش الدمج 8؟ ليش الدمج 8؟ كم درعه؟ درعه 4. او ماي جاد. طيب الثاني كان درعه 3 يا اخي، الدمج 8. اوكي كفوا عليهم، طيب كفوا عليهم يا اصدقائي. بس ليش يا اخي؟ ليش الدمج 8؟ ليش الدمج 8؟ والله يعني عن جد مشكله هاي يا اصدقائي. شو السكن الخايس هذا يا اخي؟ الدمج 8 ليش؟ الدمج 8 انا قاعد بضرب فيه وكل ضربه بطير لي 30 من دمي، وانا بفضي عليه مخزن عشان ادمجه 8ات، ويعني والله كانه انا قاعد بضحك معه مش بدمجه. يعني والله عظيم لازم يكون فيه دمج، يعني ليش حاطين المدى 2 زايد؟ والله كانوا حطيتوا الدمج 2 زايد والله كان راح يكون سكن اسطوري يا اخي. ليش الدمج 8؟ شو الدمج 8 يا اخي؟ هو بدمجني 30 وانا قاعد بمزح معه بدمجه 8 يا اخي، بضحك وانا هيك مش بدمجه. وراح سكنات؟ وراح وين بدك تتخبى مني؟ وين يا اخي سكنات الام 16؟ شوف والله انا بضيع بالسكنات، ليش بضيع؟ والله بضيع. شوفوا تعال تعال يا اخي وين متخبي؟ تعال والله انت سكن خايس. طيب سامحني على هاي الكلمه بس انا صريح، انا بحب اكون صريح. وهذا سكن احسن منك، هذا سكن الناري والله احسن منك يا اخي، والله سكن اسطوري هذا الناري، مع انه ما فيه دمج بس افضل يا اخي. على الاقل حتى لو دمج 8 السرعه فيه 2 زايد، يعني بدمج لك 10 8ات ورا بعض، بس انت السرعه 1 زايد بس وكمان بتدمج 8. طبعا والله هم نفس الخاصيه يا اصدقائي، يعني الخاصيه والله نفس الشيء، بس هذا فيه السرعه 2 زايد والمدى 1 زايد. اوكي والله نفس الخاصيه 2، بس شو الفرق بيناتهم؟ 2 فيهم لا، هذا ما فيه السرعه 2 زايد. طيب شو فيه هاد؟ هاد فيه اوكي طيب هداك فيه السرعة 2 زايد والمدى 1 زايد، وهاد فيه السرعة 1 زايد والمدى 2 زايد. اوكي نفس الخاصية بس فرق انه يعني بالعكس، يعني جايين بالعكس. اوكي بس خلص اصدقائي انا مقتنع بسكن الناري هاد يا اخي، والله سكن الناري افضل بكتير يا اصدقائي. هذا سكن انا ما راح والله ما ببيعك يا اخي، سكن غالي على قلبي انت ومن افضل السكنات للام 16. ما راح دمج 8 يا اخي والله خلاهم يجلدوني. طيب يا اصدقائي هاي رجعنا هاي باللوبي، واصدقائي اذا راح تسالوني على سكنات الام 16 فراح اقول لكم سكن الام 16 هذا الناري، عن جد الناري فعلا اسطوري يا اصدقائي والله العظيم. يعني جربته في لعب يعني حتى لو دمج 8 بدمج بسرعه، يعني انه السرعه فيه 2 زايد يا اصدقائي. فاذا رح تسالوني عن افضل سكن للام 16 فراح اقول لكم هاد، يعني وبكل قوه انا بستعمل هذا السكن، وعن جد سكن اسطوري. طبعا هذا السكن نزل بالماكينه تبع الاسلحه بس شالوه، وراح ينزلوه ان شاء الله بعد 10 ايام او 15 يوم راح يرجعوا ينزلوه بالمتجر، بس راح يرجعوا ينزلوه بباكجات، يعني ما راح ينزلوه بالماكينه مره ثانيه. فاذا انتم بتلعبوا بسلاح الام 16 وحابين تجيبوا سكن لسلاح الام 16
فبنصحكم تنتظروا 10 ايام او اسبوعين وتجيبوا هذا السكن الناري. طيب اصدقائي هذا كان الفيديو لليوم، وهذا هو كان سكن الناري تبع سلاح الام 16. بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد عن فري فاير، ولا تنسوا يا اصدقائي رابط قناه صديقنا اللي حكينا عليه بدايه الفيديو تحت بصندوق الوصف، اتمنى ما تنسوا قناته وتروحوا تشيكوا عليها وما تقصروا معه يا اصدقائي بالاشتراك بقناته وتفعلوا جرس التنبيهات. عن جد الشاب بيستحق الدعم يا اصدقائي، بيكفي انه هو محترف وبيلعب بإيد واحدة فقط. أوكي طيب أصدقائي بالنسبة للمسابقة اللي حكيت عليها بداية الفيديو، بعد 3 أيام راح تكون هاي المسابقة. شروط المسابقة تكون مشترك بالقناة على اليوتيوب، تاني شرط تكون متابعني على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف ديسكريبشن بوكس، وهي أصلا المسابقة راح تكون على حسابي على الانستغرام. بعد 3 أيام راح تكون هاي المسابقة إن شاء الله بروم، قبل بعد 3 أيام قبل ما أعمل هذا الروم 5 ساعات 6 ساعات بنزل ستوري بعطيكم موعد، بقول لكم 5 ساعات 6 ساعات وبعمل هذا الروم، وبالموعد اللي أنا محدده بعمل هذا الروم يا أصدقائي وبنزل لكم ستوري فيه الاي دي وكلمه السر تبع هذا الروم. طبعا لازم تكون سريع من اول الناس اللي تشوف الاي دي وكلمه السر عشان تقدر تاخذهم وتشارك بالروم. بعد ما انت لهذا الروم يا اصدقائي راح نقول جو، اللعب راح يكون على المراكز الاولى، المركز الاول والثاني والثالث هم اللي بيكونوا الفائزين، لكل شخص فيهم راح ابعث له هديه بقيمه 1000 جوهر ان شاء الله، يعني 3000 جوهر راح تتوزع على 3 اشخاص، راح ابعث هديه بقيمه 1000 جوهر على كل شخص فيهم. فاوكي اصدقائي هاي هي كانت المسابقه، اذا كنتوا حابين تشاركوا فيها فمره ثانيه رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. وسو يا اصدقائي لهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.